السلام عليكم، معكم مهندس اسماعيل من اردن لحد حلوان. النهارده هنتكلم عن اول حاجه ان شاء الله المنظومه بتاعتنا الاي اس بي، وازاي ان احنا نجهزها انها تشتغل معانا. ايه هي بقى الاي اس بي؟ اول حاجه ده شكلها قطعه صغيره جدا، فيها المفروض انها فيها 8 اطراف 4 و4. دي فيها امكانيه انها تقدر تتوصل على شبكة الواي فاي اللي موجودة عندنا في المكان، وفيها إمكانية برضو إنها تشتغل إنها كأنها راوتر ويبدأ الأجهزة تتوصل عليها. بس إحنا حاليا دلوقتي عاوزين نشغلها كأنها كلاينت أو جهاز يتربط بالشبكة. دول التمن أطراف بتوعنا اللي إحنا هنبدأ نشتغل بيها. المفروض إن التمن أطراف دول اللي هما منهم جراوند، ده كده هياخد الأرضي، 3.3 هياخد برضو الكهرباء وما تزيدش عن 3.3، الانيبل برضه هياخد كهرباء 3.3، تي اكس والار اكس دول الاستقبال والارسال اللي هتوصلوا بالاجهزه، الجي بي اي 00 دوت بستخدمه في حاله ان انا ادخل الاي اس بي في المود اللي هو بتاع البرمجه. عندنا اتنين مود، مود البرمجه والمود العادي اللي هو التشغيل العادي. عشان تبرمجها هي لازم الجي بي 0 يكون في وضع متوصل في الجراوند، غير كده مش هتقبل انها تتبرمج. عشان ابدا ابرمجها بقى انا محتاج ان انا اوصلها بالكمبيوتر، كان الاي اس بي وادي الكمبيوتر، فاجيب كونفرتر اسمه يو اس بي تو تي تي ال سيريال كونفرتر. تعال نشوف ايه دي، طالع منها 3.3 الموجب، وادي الجراوند، وادي الار اكس بتاعها، وادي التي اكس. هبدأ أوصل الأربعة دول والأردوينو، محتاج بس الاتنين دول والبوردة. هبدأ أوصل بقى إيه؟ هاخد الإنيبل والتلاتة وتلاتة من عشرة، آدي الإنيبل وآدي التلاتة وتلاتة من عشرة، وآدي الأصفر طلع الإنيبل كده. أول طرفين هوصلهم بمين؟ بالكهرباء بتاعتي، تلاتة وتلاتة من عشرة. هاخد الجراوند واوصله بالجراوند بتاع ايه؟ جاز اللي هو الاسود والتي اكس ازرق دوت الار اكس، هوصله بالتي اكس، تي اكس اللي هو دوت، ده استقبال ورسال. وادي الار اكس بتاع الجهاز وصله بالتي اكس بتاع الاي اس بي والعكس كده. انا وصلت، فاضل لي عندي طرفين دلوقتي كده ما توصلوش بحاجه. عشان ادخل الاي اس بي مود البرمجه لازم الجي بي اي 00 اللي هو دوت يتوصل بمين؟ بالارضي، وادي له ارضي. هيبقى عندي واحد بس اللي هو الريست، خليه على جنب دلوقتي. كده انا جاهز ان انا ابدا اوصل الكمبيوتر بتاعي بالاي اس بي. كده انا وصلت. انا محتاج بس اعرف حاجه صغيره، ان دي متوصله على اني كوم، متوصله فين في الكمبيوتر؟ دي كده متوصله بكام؟ متوصله بخمسه. دي ديفايس مانجر يجيب لك على طول، في بعض الاحيان الكابل ده مبقاش متعرف، فنجيب له بس التعريف بتاعه عشان يبقى كده متعرف كدرايفر. يعني كده احنا وصلنا. محتاج ان انا اجيب برنامج عشان يعمل لها تهيئه، برنامج عشان اعرف اتعامل معاه، ليه ملف معين ان انا هبدا اكتب عليه، وده طبعا بقى خمسه. تمام، وابدا اقول له ايه؟ داونلود، بيبدا يعمل مسح كل الداتا. تبدا تحس ان الفلاش نفسها تبدا يجي تطفي، حتى هنا برضو نفس الكلام، فلاشة كده صغير هتلاقيه بيجي كاني بعمل لها فورمات وبهيئها للاوامر اللي هاتي، ودي اول خطوه. طبعا بياخد وقت، كده خلصت. كده انا قدرت في البرنامج بتاعي، هاجي بقى هنا للريست
اديله بس ايه فردة ارضي بسيطة كده، ممكن اطفي الجهاز واركبه تاني. ابدأ اشيل بقى ايه جي بي اي 00 دوت، خليها على جنب كده، افصلها من الارضي. طبعا المفروض ان انا ايه يكون عندي الاردوين اي دي، اقدر انزل المواقع بتاعهم www.arduino.com، وابدا انزل البرنامج بتاعي اللي هو دوت. ده احدث حاجه دلوقتي. اول خطوه اعملها، محتاجين ان احنا في الريفرنس بتاعنا هنحط الباس ده. ده اول خطوه. تاني خطوه في البورد مانجر، ادخل هنا واكتب ESP8266 عشان انزل لها الدرايفر بتاعها، عشان الاردوينو نفسه يبدا يعرف يتعامل معاها. اكتب هنا ESP8266 اللي هو دوت، وابدا انزل. بس انا هنا انا لسه مسطبه، انا مش هشيل. انت عندك هنا هتلاقي عندك انستول، فهتسطبه. اوكي، بعد ما تسطبه ترجع لقائمة التولز، هتلاقي ايه عندك هنا بقى ايه بي اس بي 8262، هتختار اول واحده، يبدا يجيب لك البيانات دي كلها كده. هي متوصله حتى على البورت رقم 5، ويجيب لك كل البيانات بتاعه الاي اس بي. الهدف بتاعنا ان احنا نبرمجها عشان تاخد الاي بي. انا كده عامل نفس التوصيله بتاعتي، انا شلت بس بي اي من على الجراوند. هندخل هنا افتح سيريال مونيتور. اول ما افتح سيريال مونيتور اتاكد بس ان البوز دوت ان ال على عند سي ار، والتردد بتاعها الديفولت بتاعها 11.5 200. المفروض لما اجي اكتب هنا اي تي المفروض انها تديني اوكي، تبدا تديني اول ريسبونس منها اوكي. كده هي جاهزه. في بعض الأحيان ممكن تبقى محتاجة إنها تعملها ريسيت، ممكن تفصل بيه وتركبها تاني لو عملت معاك مشكلة، أو الريسيت نفسه أديله أرضي. دي بعض الأحيان ساعات بتعملها. طيب لو دست اي تي ورحت دايس انتر وجابت لك اوكي، كده هي جاهزة انها تتوصل بالشبكة. محتاج ان انا اديها بقى بعض الاوامر عشان اتواصل مع الشبكة. ادي اول امر، الامر دوت خليها انها تشتغل ككلاينت او تشتغل جهاز عاوز يدخل على الشبكة. الأمر دوت اسم الشبكة اللي عندي والباسورد. دي كانت المشكلة، السلاش الصغيرة دي المفروض تبقى نقطتين كده. كده هو جاب لي ايه؟ واي فاي جوت اي بي. كده هو مسك اي بي، كده دخل على الشبكة، ده اسم الشبكة، وادي الباسورد كمان. كده دخل على الشبكة ولقط اي بي، طلب من الشبكة اي بي. شوف بقى الاي بي بتاعي رقمه كام، وده كان هدف من اول خالص. كده انا بقول له ايه هو الاي بي بتاعي، كده مديني الاي بي بتاعه 192.168.1.29. ده كده الاي بي اللي هو في اللين بتاعي، ادي الجيت واي وادي النت ماسك. يبقى كده كده الاي اس بي بتاعتي داخله على الشبكه اتواصل معاها. حتى لو انا فكرت ان انا اتواصل معاها عن طريق البينج، ده مثلا نعمل بينج عليها، بينج 9.3.8.1، وكانت رقمها 29.
وهي لقطة كمان، ويعتبر كده درس الـ ASP أو مرحلة الـ ASP خلصت، وبقت كده الـ ASP واخدة الـ IP بتاعها متوصلة بالراوتر. كده احنا لسه فاضل لنا انها تتوصل بالأردوين بس. كده اول جزء في الـ ASP كده خلص، هو كده الـ ASP متوصل بالشبكة، واقدر اعمل عليها بينج كمان. شكرا والسلام عليكم.